واش عمرك تخيلتي انك شي نهار غادي تشري الخبز ولا الخضر او الفواكه بتليفونك بدل فلوس كاش؟ واش تقدر تخيل باللي الدراهم ما غاديش يبقاو في المعاملات ديالك؟ هادو قرارات اداريه pour limiter le cash. يضغطوا على لا سيركولاسيون دو كاش. مستقبل الخلاص في المغرب غادي نحو الرقمنه، كل شيء غادي يولي خلص بالتليفون، وغادي تولي عندنا واحد الحاجة سميتها الدرهم الإلكتروني. فشنا هو هاد الدرهم الإلكتروني وكيفاش غادي يغير حياتنا اليومية؟ هاد الشي اللي غادي نعرفه إن شاء الله. مشينا على بركة الله. الدرهم الإلكتروني هو نسخة رقمية من الدرهم اللي كنعرفو، ولكن بدل ما تخبيه في جيبك غادي تخبيه في تليفونك أو لكارت بونكير ديالك. ببساطة الفلوس اللي عندك دابا في يدك غادي خصك تدخلها للبنكة ديالك وتولي تخلص بتطبيق موجود في تليفونك أو بلاكارت، واللي بغي يخلصك انت حتى هو خاصو يصيفط لك الفلوس عن طريق التطبيق اللي موجود في تليفونه. اما بالنسبه لولادك الصغار او الناس اللي ما عندهمش حساب بنكي او ما عندهمش تليفون وبغيتي تحول لهم شي فلوس، فغادي يكون عندهم اكارت بحال ديال الترامواي كتشارجيها ليهم بداكشي اللي بغيتي وبها كيشريو داكشي اللي بغاو. طيب باش غادي يفيدنا هاد الدرهم الالكتروني؟ اولا الراحه والسرعه، ما غاديش تبقى تهز معاك الفلوس فاش تبغي تقضي شي حاجه، واي حاجه بغيتيها غادي تخلصها بالزربة وما تسناش مول الحانوت مثلا يمشي يدور لك على الصرف. ثانيا ما عمر شي شفار غادي يسرق لك فلوسك، حيت فلوسك في تليفونك. بصح راه يقدر يسرق لك تليفونك، رد البال، يلا يمشي تليفون يجي تليفون، الله يجيب غير الصحة والسلامة. ثالثا كتعرف فين خسرتي فلوسك بالضبط وشكون صيفط لك فلوس كذلك. رابعا غادي نحاربوا الرشوة، حيت اي فلوس دازت لشي موظف كاين لا تراس ديالها وغادي تعرف منين جاتو. خامسا غادي نحاربوا التهرب الضريبي، داكشي ديال ديكلاري باش ما بغيتي ما غاديش يبقى، حيت كلشي الفلوس اللي دخلت لك واللي خرجات غادي تكون باينه. سادسا غادي نسهلوا الامر على الاجانب والتوريس اللي كيجيو للمغرب ونوليو حتى حنا بلد متقدم، وهادشي غادي يخلي الاقتصاد يزدهر. كيفاش غادي نخدمو بهذا الدرهم الالكتروني في حياتنا اليوميه؟ سهله، جميع المحلات التجاريه والمهنيه الصغيره والكبيره، مكسيانات، الحلاق، مول الحانوت، الجزار، الخضار، الخياط، مول الشفنج، مول الديطاي، وزيد وزيد، كلهم غادي يكون عندهم واحد الجهاز او تطبيق في التليفون ديالهم كيقرا واحد الكود كيتسمى قارئ رمز الاستجابه السريع، وكيكون مربوط بحسابهم البنكي. فانت كتكتب المبلغ اللي بغيتي تخرج من تليفونك، فاش كتكتب داك المبلغ في التطبيق اللي عندك في تليفونك كيترسم داك المبلغ على شكل كود مكريبتي مشفر بحال هاد الشكل، واللي كنسميوه كود الكيو ار. هاد الكود هذا كيخصك توريه للكاميرا ديال الجهاز او التليفون ديال الشخص اللي بغيتي تخلصو باش كيسكانيه، او اوتوماتيكمون ملي كيسكاني الكود كيدوز ليه الفلوس من حسابك لحسابه. كاينه طريقه اخرى هي ديال لاكارت، كتعطيه لاكارت بونكير وكيسكانيها ويقطع هو المبلغ اللي حسب عليك، يعني عمليه الاداء غادي تولي سريعه وسهله. هادشي اللي قلنا كله زوين، ولكن عندنا ثلاثه ديال التحديات خاصنا نتغلبوا عليهم. الاول خاص الاغلبيه ديال الناس يكون عندهم حساب بنكي ويعرفوا يستخدموه. التحدي الثاني هو الريزو، يعني الشبكه ديال الانترنت خاصها تكون متوفره، داكشي ديال تمشي تخلص او تشري شي حاجه ويقول لك البائع ما كاينش الريزو او السيستم طايح ما خصوش يكون. فاحنا بحاجه لبنيه تحتيه قويه ديال الانترنت والثمن ديالها يكون رخيص باش كلشي يقدر يدخلها. والتحدي الثالث اللي كاين هو خاصنا شركات متطوره ومتخصصه في الحمايه الامنيه السيبرانيه باش تحمي المغاربة من لي هاكر والتعرض لأي اختراق لا قدر الله. راه فينا بزاف الناس اللي كيبقاو من تليفونهم
غير كي كليكيو ويدخلوا العرام ديال المواقع وينستاليو تطبيقات مشبوهه تقدر تكون عباره على فيروسات سرق ليهم فلوس من الحساب البنكي ديالهم. فخاص اللي يحمينا من هذا الشيء، وخاص كذلك تامين اللي عوضنا. الدرهم الالكتروني هو مستقبل الخلاص في المغرب، وكيتعتبر ماشي مجرد وسيله للدفع والاداء، ولكن هو ثوره رقميه غادي تغير حياتنا كامله. فواش نتوما مستعدين لهذا التغيير؟ خليونا نعرفوا رايكم في التعليقات. شكرا والى اللقاء ان شاء الله.